إلى حدود الساعة عقدنا واحد المجموعة من المؤتمرات. إحنا في الأيام القريبة إن شاء الله بصدد المؤتمرات كلها ديال الجهة ديال الدار البيضاء. إحنا معتزين هذا من الأقاليم الفتية عندنا تنظيميا، ولكن عندنا رهان كبير، عندنا رهان كبير في المستقبل باش تلاقى من التراكم اللي داروه الإخوان السابقين اللي حقوه هنا، والشيء بالشيء يذكر. احنا في واحد المركب اللي لا القاعة باسم المفكر والقائد الاتحادي محمد عبد الجبري، ولا وجودها وانجازها هنا فعل واحد المجموعة الإرادات. لا شك أن الاتحاديين وخاصة هذا الرجل كان له دور أساسي في خروجها إلى ال، ولذلك تنأملوا أنه انطلاقا من شعار المؤتمر تنأملوا أن كل إصلاح سياسي غادي يؤدي إلى التخليق وإلى نزاهة انتخابات وإلى إفراز النخب الحقيقية. لا شك أن هذا الشيء هو اللي يمكن يخدم بلادنا، وما خصناش ننتظروا حتى 2026 باش عاد نفتحوا عاوتاني هذا الملف. نحن ندعو في الاتحاد الاشتراكي طبقا لقرار المجلس الوطني بان نفتح هذا الملف من الان، ونذكروا من الان على اي نمط الاقتراع واي وسيله لمحاربه الفساد الانتخابي واي تقطيع، خاصه ان بلادنا مقدمه في الايام القادمه على الاحصاء العام للسكنه. هذا الشيء كله غادي يخص مراجعات لا المدن، ولا اعتقد كاين غير شي 6 المدن اللي تتفوت 500,000 طبقا للسابق. دابا راه الا قلبوا يمكن يلقاو العدد ضعف. واش هذا الشيء غادي يرتب كذلك اثار فيما يتعلق بالاطار التنظيمي للجماعات والاقاليم والجهات، ثم للقانون التنظيمي المنظم لانتخابات لا مجلس النواب ولا الغرف ولا كذا. هذا الشيء حان الوقت، وحنا في الاتحاد احنا بادرنا الى اطلاق ضرورة الحوار في هذا الموضوع من الان، وهذه خلونا وخايفين اللي يخلونا حتى الاخر وعاد يجي يفتحوا هذا الموضوع، معناه ما كاين ارادة في مناقشته بشكل جدي.